السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد. خلال حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على أداة جديدة من أدوات المنيوز and toolbars. الأداة التي سنتعرف عليها هي أداة تقوم بعرض حالة البرنامج أو جزء معين من البرنامج. لو لاحظتم معي هنا في الفيجوال ستوديو، ففي الأسفل توجد يوجد شريط أزرق مكتوب عليه ريدي. هذا الشريط هو شريط الحالة، يسمى ستاتيو ستريب، وهو الأداة الموجودة هنا عندنا. شريط الحالة أحبتي في الله يقوم بعرض حالة البرنامج، ففي هذه الحالة هو يعرض لي ريدي، يعني البرنامج جاهز. لو عملت سيف ستتغير الحالة، items saved، يعني العناصر محفوظة. هو يعرض لي حالة البرنامج أو حالة عملية من عمليات البرنامج. نقوم بسحب أداة ستاتيو ستريب إلى الفورم. لاحظوا نزلت إلى أسفل، يمكننا تغيير مكانها، نعرضها في الأعلى أو في اليمين أو في الشمال من خلال الضغط على هذا السهم، ثم اختيار دوك، ونختار المكان الذي نريد أن تظهر عليه. هنا ستظهر في الأعلى، لكن أفضل مكان لوضع أداة ستاتيو ستريب هو الأسفل، بوتوم، هكذا. إذا أردنا أن نضيف أدوات إلى ستاتيو ستريب، نضغط على هذا السهم وسنجد مجموعة من الأدوات. يمكننا إضافة ليبل من أجل عرض نص معين، وهي الأداة الأكثر استخداما في ستاتيو ستريب، أو بروغريس بار كذلك، يعني شريط يعرض حالة عملية معينة، شريط التدرج بروغريس بار. مثلا في برامج التحميل، في برامج تقوم بعملية معينة، يعرض لك أين وصلت العملية. بروغريس بار هو أفضل خيار للاستخدام في هذه الحالة. دروب داون باتن يعني زر يعرض لك قائمة منسدلة. وهنا سبلايت باتن، زر منقسم عند الضغط عليه يعرض لك يعني أمور تفصيلية. نختار مثلا ستاتيوس ليبل ونغير النص الظاهر عليها من الخاصية تكست، يكون مثلا ريدي، مثلا نكتب ريدي، ثم نسمي هذا الزر أو هذا الليبل، نسميه مثلا البيال ستيت. يعني في الأول تظهر ريدي، نثبت علبة الخصائص هي أصلا ثابتة، ثم نأتي ونسحب زر مثلا سيف، نغير النص الظاهر عليه مثلا سيف، ونسمي هذا الزر باتن سيف. عند الضغط هذا الزر نريد تغيير حالة البرنامج، ندخل إلى الحدث كليك الخاص به ونقول للليبل التي أسميناها ليبل ستيت دوت تكست يساوي مثلا item أو items هكذا saved، مثل الفيجوال ستوديو. ثم نعمل start. لاحظوا أحبتي في الله، هنا في الأول عرض لي ready في status strip، يمكنني تكبير الفورم من هنا. عند الضغط على save تتغير حالة status strip من ready إلى item saved. هكذا نستطيع تغيير القيمة النصية الظاهرة في الليبل الموجودة في status strip. كما ذكرنا يمكننا إضافة أدوات أخرى مثل الأزرار، مثل القوائم المنسدلة وغيرها. سنقوم بمثال بسيط الآن أحبتي في الله، يقوم بعرض التاريخ الحالي والوقت الحالي إذا أحببنا، يعني مثلا أو بلاش زر، نحذف هذا الزر، نأتي ونضيف ليبل آخر، نضيف ليبل هنا مثلا، النص الظاهر عليه نلغيه، نريد أن يظهر فارغا. ثم النيم يكون اسمه البيال ديت، يعني يعرض لي التاريخ الحالي. ثم أدخل إلى الفورم لود، عند تحميل الفورم أريد أن تظهر قيمة التاريخ الحالي في الليبل ديت، يعني البيال ديت دوت تكست يساوي ناو دوت تو شورت دات سترينج، من أجل عرض التاريخ صغيرا. أنفذ وأشاهد، لاحظوا تم عرض التاريخ الحالي في شريط الحالة. لو كبرت ستمتد ستاتيو ستريب إلى الأسفل بهذه الطريقة. أغلق الفورم. يمكنني أيضا إضافة صور أمام النص الظاهر في الليبل، مثلا هنا هاتي الليبل الخاصة بالتاريخ، أنتقل إليها، هاتي البيال ديت. طبعا هنا النص فارغ، كيف انتقلت إليها؟ أحدد الظاهرة ثم أضغط على تاب من الكيبورد فيتم الانتقال إلى الأداة الموالية. سآتي وأضيف صورة أمام التاريخ، آتي إلى الخاصية image تكون نان، أقوم باختيار صورة معينة، أعمل import، أختار مثلا أي أيقونة، مثلا هاتي الأيقونة، أعملها OK.
سيتم عرض هذه الأيقونة أمام التاريخ. لاحظوا أحبتي في الله، تم بالفعل عرض الأيقونة أمام التاريخ. لماذا قمنا بهذا المثال؟ ربما أحيانا تحتاجون إلى عرض صور معينة في ستاتيو ستريب بناء على حالة البرنامج أو جزء من البرنامج. على سبيل المثال، لو عندي برنامج متصل بسيرفر بقاعدة بيانات موجودة على سيرفر معين، فيستحسن أن أضع في شريط الحالة في ستاتيو ستريب، يعني أيقونات تعرض لي حالة السيرفر. مثلا حينما تكون الأيقونة لونها أخضر يعني أن الاتصال ناجح بالسيرفر، حينما يكون لونها برتقالي هنالك مشاكل في الاتصال، حينما يكون لونه أحمر لا يوجد اتصال بتاتا مع السيرفر. فنقوم بتغيير الصورة بناء على حالة الاتصال مع السيرفر. هكذا نستطيع إضافة الصور والتحكم فيها في ستاتيو ستريب. سنقوم بمثال بسيط وأخير. نقوم مثلا بإضافة تكست بوكس. سنقوم بكتابة نص معين في التكست بوكس، وهنا في هذه الليبل التي كتبنا عليها الريدي سنعرض عدد الحروف المكونة للنص المكتوب. كلما كتبنا كلما تغيرت قيمة الحروف المكونة للنص في هذه الليبل التي أسميناها ليبل ستيت. نحدد تكست بوكس وندخل إلى الحدث تكست تشينجد، يعني حينما نغير النص المكتوب في التكست بوكس نعمل دبل كليك على التكست بوكس فيتم نقلنا إلى هذا الحدث. نلغي هذه النوافذ ونكتب في الليبل ستيت البل ستيت دوت تكست يساوي ماذا؟ يساوي مثلا كاركترز كاونت نقطتان، ثم ندمجها مع طول النص المكتوب في تكست بوكس 1. إما أن نحصل على طول النص من خلال تكست بوكس 1 دوت تكست من خلال الدالة لين، أو من خلال تكست بوكس 1 دوت تكست دوت لينت. يوجد أيضا لدينا البروبرتي لينت تقوم بهذا الأمر كما مر معنا في معالجة النصوص، في دروس معالجة النصوص. ننفذ على بركة الله ونشاهد، وستلاحظون أنه كلما كتبت حرف معين في تكست بوكس سيتم حسابه وعرضه في ستاتيو ستريب في الليبل ستيت. آتي وأكتب مثلا هنا فيجوال. لاحظوا كلما كتبت كلما تغير. فيجوال بيزيك إز بروجرامينج، أنا أكتب وهو يحسب في الأسفل. لاحظوا كاركترز كاونت 38 حرفا. هكذا أحبتي في الله نكون قد تعرفنا على أداة ستاتيو ستريب، على دورها وعلى كيفية التعامل معها وعلى كيفية إضافة العناصر إليها. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة، مع متمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، ودام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.